عندنا حلول متعددة. أحد الحلول فيها تساعد على تخفيض استعمال الطاقة بين 15-30%، وعندنا حلول فيها تساعد على تخفيض انبعاثات الكربونية بحدود 15%. فحسب الحلول يلي بيطلبها العميل فيها تأمن أهداف معينة وتحقق يلي العميل اللي بيطلبها. بشكل عام، ما هي توقعاتكم للقطاع خلال الفترة المقبلة في المنطقة والعالم وزيادة الطلب على منتجاتكم؟ التوقعات عالية، لأنه عندنا كمان الانرجي ترانزيشن، يعني عندنا الطاقة الحالية اللي عم تستخدم وكيف نحن فينا نساعد العملاء تبعنا يحققوا طموحاتهم بالكارنت انرجي يلي هن عم يستعملوها، وفي عندنا الانرجي المستقبلية يلي هي الانرجي ترانزيشن يلي عم تتطور كل ما نحن ماشيين لقدام، في مشاريع كتير عم تتحقق. فطموحاتنا بالمنطقة وبالعالم انه العالم، لانه عالم الرقمي، العالم عم تتطلع على استعمال السحابة ليقدروا ينجوا بطريقة أأمن بطريقة أسرع. عندنا تطلعات انه المنتوجات تبعنا تستعمل بقطاع أوسع ضمن قطاعات النفط والغاز والطاقة بالخصوص. بكوب 27 أنا شخصيا رايح الأسبوع اللي جاي على مصر على شمال الشيخ مع 4 من زملاء بأفيفا. عندنا مشاركة فعالة لأنه نحن الاستدامة بأفيفا شغلة منطبقة. نحن من أول الشركات بالقطاع يلي نحن فيه اوريدي حطينا الخطوط تبعنا والأهداف تبعنا موثقة من ساينس بيست انيشيتيف، ساينس بيست تارجت انيشيتيف، يلي هو على نطاق الواحد واثنين، إنه نحن ملتزمين الاميشنز تبعنا تكون بحدود 90% بحدود 2030، وعلى قطاع 3 ملتزمين انه نحافظ على تقريبا كمان 90% من انخفاضات الانبعاثات الكربونيه يلي لها علاقه اندايركتلي بافيفا بحدود 2050 كمان نوصل ل 90%. فنحن عندنا هول الاهداف والكوميتمنتس موثقين وبنشتغل على هذا الاساس.